اللهم صل على محمد وال محمد عاشر لك هذا العمر. هذا باوع نصمة الحمود 50 سنتيم مطعم كباب زرزور 7 بلاس هذا ب 10,000 يا بلاش. يعني اذا عائله يجون بس شيشين ب 20,000 شيش واحد ب 10,000 وهذا للعدم باج مال عظام 4 شياج باوع كباب زرزور وين السماق حميد؟ باوع 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 السماق هذا النفر 4 شياش مطعم كباب زرزور باوع السماق مال السيمانيه وهاي المقبلات والخبز الحار بالنسبه لما عنده شهيه هذا النص ب 20,000 دينار وهذا الشيش ب 10 والنفر 4 شياش ب 40,000 دينار حمود بيك تضرب شطه؟ ابوك ضراب شطه بالعافية بالعافية ألف عافية كابتن يفتح بيها المعدة يا بالعافية كابتن جاي حس كباب زرزور سفر بلاس واهل عماش اتهنى النفر ب 40,000 دينار اضرب حبيبي الشيش ب 10 شلون الطعم؟ عقوم كباب لحم غنم عراقي عيوني العنوان بالمنصور ابو جعفر تقاطع او فكك ابو جعفر المنصور واحلى رماش والتبريد تليج وحده جناح خاص فوق للحوائل اهلا وسهلا من زاخو الى الفاو بكل حوائلنا الكريمه شو اسم المطعم حميد؟ زرزور 7 بلاس اذبح